بصمة خير سعودية في شتى أنحاء المعمورة، مبادرات نبيلة تنطلق من الرسالة الإنسانية للمملكة ويتوجها القطاع الصحي المتميز بالنجاح. فعلى مدى 34 عاماً سجلت المملكة نجاحات مذهلة في عمليات فصل التوائم السيامية التي تعد واحدة من أدق وأعقد الجراحات عالمياً، بأكثر من 60 عملية تتصدر المملكة دول العالم في عدد عمليات فصل التوائم التي يشرف عليها البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة، في مبادرة وإنجاز طبي فريد بتوجيه ودعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بقيادة الدكتور عبد الله ربيعة الذي ارتبط اسمه عالميا بعمليات فصل التوائم الناجحة. فريق طبي سعودي من استشاريين ومختصين وفنيين وكوادر تمريضية يجري هذه الجراحات التي تتعدد مراحلها على مدى ساعات لإنقاذ أرواح حالات نادرة ومعقدة وتقديم العلاج وأعلى مستويات الرعاية الطبية اللازمة. السعودية أصبحت نافذة التفاؤل لحالات التوائم السيامية وذويهم بين قارات العالم، وإن شاء الله كل يوم لدينا منجز في هذا الوقت.